شو بدك تعمل معه في مجاله بدك لا خمس. طيب هلا بدنا نبلش يا شباب في ناخذ السب تايب ريليشنز وبعدين اذر كونستنتس اللي هن بتعرفوا خلصنا الماندتوري خلصنا اليونيكنس قبل هيك. هلا ندخل على السب تايبس يعني عشان اوجدكم. قبل ما ادخل ضروري اعطيكم ماثيماتيكال باك جراوند عشان تعرفوا شو الماثيماتكس اللي بتلزم عشان نفهم. نبدا في عندنا تو سيتس يا منى، واحد اسمها A واحد اسمها B. رسمتهن هيك شو معناته؟ منى تو سيتس رسمتهم هيك؟ اه A رسمناها في دائرة و B رسمناها في دائرة. A رسمناها في دائرة و B رسمناها في دائرة. نعم صحيح. كل واحد مستقل عن الثاني، ما بعرف شو رأيك ديما؟ تنتين بالضبط نفس الشيء. انهم الثنتين ايدنتيكال. يعني شو معناته تو سيتس ايدنتيكال او ايكوال من جهات فم بعض. طيب شو معناته هاي الحاله يا انس؟ انه في عندي تو سيتس بس فيش شيء بينهم مشترك. لاحظوا قبل على فكره قبل ما خليني قبل ما اجاوب اسمح لي اقول لك شو معناته سيت؟ انه في عندي مجموعه داخلها احنا بنرسمها زي دائره بنسميها الفين دايجرام. فين دايجرام هلا كل نقطه جوا الدائره بنسميها ممبر لهاي الست صح؟ او هاي مرات بنسميها الاوبجكت تايب وكل واحدة من هذول جوا بنسميها انستنس مزبوط؟ طيب في عندي تو سيتس او تو اوبجكت تايبس يا انس مرسومهم هيك شو معناها؟ انه فيش شيء مشترك فيش شيء مشترك تبادليا فيش شيء يعني ماتشولي او ماتشوال اكسكلوجي. طيب شو هاي الحاله يا مؤيد؟ الواحد محتوى جوا الثاني شو هاي من كلها بالماثماتكس؟ سب سيت سب سيت يا فيش انو اقرب واحد على الرياضيات هون انا انت يا شو هاي الحاله هاي نرمز لها هاي بكون سب سيت بس لا يمكن يعني الاي توصل لمرحله تكون بي كامله يعني لا يمكن لاي توصل لمرحله انها تكون بي طب وشو الفرق بين هاي وهاي لا هناك ممكن توصل ممكن كيف يعني ممكن توصل يعني اي ممكن تصير سب سيت لحد ما تصير بي كامله يعني ممكن ليس هناك ما يمنع انه اي تكون عددها يعني معناته يعني لما نقول اي وبي ايكوال معناته اي سب تايب وبي وبي سب تايب وفي اي سب سيت سب سيت وهون يا ماهر اي تكون سبست من بي لكن لا يمكن بي تكون سبست من بالضبط هاي بنسميها بروبر سبست بروبر سبست في العربي والله ما اعرف جيب لنا اياها المره الجايه هاي درستها في النجاح ما بعرف بس والله جيب لنا اياها المره الجايه طيب هلا يعني متكامل عمار هلا لما في عندي اي وبي ها شو في بينهم انترسكشن في بينهم انترسكشن او اوفرلاب هاي النجمه بتدور على كلك هاي المنطقه انه في مرات تقاطع او في مرات ممبرز مشتركين بين A و B خليني امشي طيب هلا نيجي عندنا A و B اليونيون تبعهم شو هو مجموعهم هاي المنطقه وهاي المنطقه وهاي المنطقه مزبوط هلا تقاطع معناته نحكي على هاي هلا لما نقول A ناقص B معناته هي كل A ناقص المنطقه المشتركه مع B بقول لك انا بس بدي اورجيكم انه في الفين دايجرامز انه هاي مثلا عندي كثير مرات في سيتس كثير مرات في سيتس مالها بتكون في بينها تقاطعات كثير هلا لما نقول A is a proper set of B A is a proper set of B sorry واتفر هاي الانسان انه هاي في عندي اربع سيتس في بينهم تقاطعات مختلفه مرات بلزم اني اعبر عن كثير بيكون عندي اشياء مشتركه وانا بدي احكي بس عن هاي فبدي اكتب زي انجاز التعبير معادله او لوجيكال ستيتمنت هاي ناقص هذيك زي تقاطع مع هاي يونيون هذيك مرات عشان احكي عن جزء معين هاي السعبي هلا ندخل بالفاليو كونستريت الفاليو كونستريت بكلنا هون مثال انه في عندي كانتري مالها
شو الميدال كان؟ انه في جولد وسيلفر وبرونز، في عندي انواع ميداليات هلا. وكديش الدولي هاي فازت في ميدالية، عدد الميداليات اللي فازت فيها فلسطين، او هنا مثلا ارجنتينا، الارجنتينا مثلا فازت في ميدالية سيلفر وميدالية برونز وثلاث ميداليات جولد. بدي اعبر عن هاي المعلومة. هلا انا لما اجي احط الداتا هون شو بدي؟ بدي اقول انه ممنوع تسجل الا يا احد هذول لانواع الميداليات اللي هم جولد وبرونز وسيلفر. فعشان انا الزم الناس يعبوا بس من هذه البيانات، بس ممنوع يعبي بيانات ثانيه، ممكن يكون نلط ما لنا علاقه، بس ممنوع تعبي بيانات اخرى غير هاي. يعني البوسيبل فاليوز، البوسيبل فاليوز لهاي لهذا الكلاس اللي هو جاي من احد افراد هاي المجموعه، هذا بنسميه فاليو كونستنت، كول فاليو كونستنت. سو دي سيت اوف values from which the value of middle kind is limited to. طيب هذا مثال ثاني. شو هذا المثال بيقول؟ وين الفاليو كونستنت؟ بدناش نقرا كله. في عندي منبر، ها سوري، هاي المفروض تكون has ماله إلو 6. شو كلمة ال 6 هون؟ ام او اف؟ لا لا مش ميل وفي ميل، ام او اف. انا طيب انا معطيني مثال ثالث، وين بلزم فاليو كونسترينت؟ يا شريهان وليد تمارا طب يوسف بدك اياه اي كلام لون العين نفسه أن مثلا الالوان ممكن ساعتها تحط الالوان في الاي جفرمنت، في الاي جفرمنت، في الاي جفرمنت، في الجفرمنت يعني في الانترنت الجنسي نحط ليست كل الجنسيات الموجوده، يعني اي شيء انيوميريشن، انيوميريشن. طيب فهون ذا فاليو اوف سيكس شود بي 1 اوف، ممنوع ساعتها نسجل بيانات غير ان او اف. هلا خذ ام او اف، هاي بنسميها انيوميريشن، انيوميريشن زي ما حكت منى. ممكن يكون عند ريتنج 1 2 3 4 5 6 7، ممكن عنده على فكره رينج انه مسموح لي من 1 ل 7، بتحط من 1 نقطتين 7. لاحظوا هذا الكوس هيك لازم يبقى من 1 نقطتين 7، فيش بينهم فراغات، هيك بتسجل والا بصير سنتكس. هلا ممكن احط من A ل F أو من A ل Z زي ما بدي، بس إذا كانت حرف أو كاركتر بحاجة أحط هاي الكوتيشنز، سينجل كوتيشنز. بس إذا رقم، إذا ما في مش موجود سينجل كوتيشن، لا بتكون هاي مش سترينج إنجاز كاركتر، أو بتكون مش بتكون، لا بتكون إلها فاليو تايب لحال. هلا ممكن يكون في عندي هون مثلا الإكستريم تمبريتشر، تمبريتشر بتكون من ناقص 100 ل ناقص 20، شفتوا كيف بكتبها؟ او اكثر من من 40 ل 100، هاي بنسميها الاكستريم تمبريتشر. طيب او ممكن تكون كومبينيشنز، ممكن اكون من A ل Z، من A ل Z بس كابيتال، او من صفر صفر و9 هون شو هو؟ سترينج، اخذناها كسترينج وما هو الداش. يعني مثلا زي الباسورد من A ل Z ومن A ل Z ومن الارقام ومرات مسموح كاركترز معينه. هاي تقريبا بورجيكم امثله كيف بنساوي هذا الست. هذا ترجعوا على المودلز تبعكم وبتضيفوا الفاليو، شوفوا اذا بلزم فاليو كونستنت وضيفوا. هلا ناخذ على ست كونستنتس، كده معي اوكي؟ طيب هلا لاحظ في عندي منبر، ولما بدخل على الـ على الـ هون شو بدنا نحكي عن واقعه في كلب، لما في واحد بيدخل بسجل
بيعملوا له بجوز فحص او يتبعوه، يعني بيعملوا له فحوص ويتبعوه، بروجي معاه مدرب وبسجل له على الكارت تبعه دواوين الاسبوع. ففي عندي منبر له 6 وبيلعب سبورت معينه وبوقت اور معينه، صح؟ يعني اوقاته مرات واز بورن ان مسجل انه سنه هاز رياكشن تايم، بعرف شو رياكشن تايم اللي هو سرعه القلب، سرعة زيادة القلب يمكن، إذا أنا مش غلطان، مش متأكد أنا علميا شيء، اللي هي دائما هاي بقول كل اللي وأنا أتدرب إنه قلبك مليح. شو يعني؟ إنه لما أشد حالي بسرعة قلبي بتجاوب، بس في ناس بشد حاله بس قلبه أبطأ منه ناس ثانيين في إيش؟ في إنه بسرعة جدا نبضاته. في عندي اللي هو عدد دقات القلب الهارت ريت. طيب هلا بدي اقول انا جيت اسجل هلا بلكي هاي مش هاي مانديتوري؟ هاي مانديتوري؟ لا، بس هل بقدر اسجل لواحد اعمل له بوكينج وهو اصلا مش مش مسجل بسبورت؟ هو مسجل في سبورت؟ طب كيف بدي اسوي؟ اذا كانت هاي مش نعم معناتها لازم تكون او كده سوي. هاي دي بنزا يعني هيك بدي اقول اللي اذا كان بده نحجز له ساعة لازم تكون لازم نكون اللي بده هيك اسمع اللي بدنا نسجل له اللي بدنا نسجل له حجز لساعة معينة لازم نبقى مسجلين له سبورت شو بيلعب متطلب سابق معناها هاي مش مانديتوري بس هاي مش مانديتوري ولا هاي ولا هاي بس اللي بكينا مسجلين له يعني زي مثلا او انه في مثل ثاني وكان هذه بندنسي او بمعنى اخر مجموعه الناس ركزوا هون ركزوا مليح مجموعه الناس اللي محجوز لهم ساعه معينه سبسيت من مجموعه الناس اللي مسجلين شو الرياضه اللي بيلعبوها مجموعه الناس اللي مجموعة الناس سبست هون مجموعة الناس اللي مسجلهم ساعة معينة اللي بنسجلهم ساعة معينة نحجز لهم ساعة معينة هم سبست من مجموعة الناس اللي بلاينج سبورتس لاحظين؟ طيب هلا في حالة ثانية في حالة ثانية شريهان شو هون احنا بنحكي انه في عندي منبر له رياكشن وله هارت ريت رياكشن تايم هارت ريت هلا اني سبست بالثانيه كل واحد سبست من هاي وهاي سبست من هاي تحقق الاولى هاي الكلام يعني يعني فيش واحد يعني فيش واحد شو معناها يا عمار ايش انه فيش واحد انا ما حكيتش معلش انه فيش واحد طيب له رياكشن تايم الا له هارت ريت ومفيش واحد له هارت ريت الا له رياكشن مليح مليح طيب هاتوا نوجد علاقه بين هاي وهاي او لا بين هاي وهاي هل في واحد was born in a day on a year وما إله 6 طيب والعكس ما أنا تحط بينه نعم في mandatory ما في mandatory بس على فكرة كانوا مش علاقة ببعض يعني مش أي ثنتين رسم بينهم إذا بدك قيد هون شو أنا قيدت قيدت مش فاهم ليش هون شو قيدت منعتك تسجل معناتك تسجل لواحد هارت ريت الا اذا كان له رياكشن ومنعتك تسجل رياكشن الا اذا كان له هارت ريت فانت لازم يكونوا مع بعض هون منعتك تسجل لواحد الا اذا تسجل له هذيك اول هات نشوف مثال ثاني او بمعنى اخر هاي السبست كيف نقراها every member booked an hour should play sport صح وهاي every member has reaction time
should has a heart rate and every member and every member has heart rate should has reaction time. معناته الجنرال كيس بتقول انه for each database يعني للpopulation هيك انه لاحظوا السهم باتجاه هذا معناته اني لعام اللي فوق معناته اللي بورد مش هنا مش هون احنا بنكتب البوبوليشن مرات البوبوليشن اللي هو سبسيت من البوبوليشن اللي فوق طيب اها خلينا بهاي شو المشكله في هاي اذا كانت هاي ركز يا مؤيد معي انا وياك يلا اذا كانت A لها R1 ولها R2 A مع R2 optional و A مع R mandatory هل كل واحد من R2 يعني كل واحد مثلا بده يسجل نفترض جدلا انه هاي بيرسو وهاي بس ما لهاش معنى مش ضروري شيء مش ضروري ليش حطيتها هاي ليش مش ضروري يا شريهان ليش عشان ما بدي شو المشكلة؟ ها؟ هلا R1 انه ضروري بس R2 لا كمان مرة طالما R1 ضرورية خلص يعني كيف عرفنا انها ضرورية؟ ما في مثلا يعني هاي طيب شو يعني؟ ديما فانا بنقول احنا كل A بلعب الـ R1 اسمعوا شوي شوي كل A بلعب الـ R1 كل A بلعب R1 فإذا بده يكون يلعب R2 رول R2 مية بالمية بده يكون يلعب R1 لأنه هلا عبير بدها تجيب مثال على هاي الحالة وإذا ما عرفتش ماهر طبعا حاضر يعني جهز حالة أها أه عبير عمار جيب لنا مثال يعني كل بيرسون لازم يكون له اي دي بس اذا كان له اي دي لازم يكون له باسورد مش معقول كل باسورد اصلا مش اي دي فما بتدري الاي دي ولا كرأت. شو هلا لحظه هلا طلع شو بقول عمار هاتوا ناقشوا كل بيرسون عمار شو بقول كل بيرسون فلسطين نفترض بس فلسطينيه يعني انه كل بيرسون له هويه وله جواز سفر ما عنده دور اللي بكاله هويه ما عنده دور ماشي هلا اجت منى حطت الكونسترين عمار شو بجاوبها كمان مره هلا انت عملت هاي مش موجوده انت جيت قلت كل شخص فلسطين له باسبور وله رقم هوية وحطيت مانديتوري هون يعني كل شخص فلسطيني له رقم هوية طيب هي اجت قالت لك لا بكفيش بدي احط لك هاي كمان ما فيش داعي جدا لانه رد عليها ليش؟ لانه ار 2 هي جزئيه بروك يعني سبسيت من ار 1 كل شخص اذا كان هيك بتقول هيك انت بتقولها ما هو كل شخص كل شخص له رقم هوية وانت جاي تقولي انه كل شخص بده كله باسورد لازم يكون معاه هويه مو اصلا كل شخص معاه رقم هويه هو اصلا كل شخص معاه رقم هويه هاي المكتوب ليش هلا هاي شو هي لما احطها شو معناها هاي يا مرام انه ار 1 يعني رول ار 1 اها يعني ان جيب لنا مثال يا وليد على هاي لو بدي بلي مثال يلا يا دينا يعني مثلا البيرسون والاي دي كارد والاي دي والنيم فيش معنى يعني اذا كل شخص لا الاي دي كارد كل اي دي كارد لها اي دي نمبر
ولا اي دي ولا نيم بدون ما بدون مانداتوري يعني اعطيني مثال في شيء مانداتوري بده يكون يعني مثلا ديما اذا فرضنا انه شخص مسجل بكورس اها طبعا مش كل شخص مانداتوري انه يسجل بكورس اذا سجل بكورس رح يكون له علامه بالكورس واذا كان له علامه بالكورس يعني انه مسجل بالكورس مزبوط طيب شو المشكله هون يا شريحان ضروري ليش شو هي العلاقه طب قبل ما تقولي ليش اني اقوى يا عبير اني اقوى هاي ولا هاي الكونستريانت ما انت تدري اقوى طيب كملي ليش هاي الناس اياها لانه خلص ملزمين يعني لازم نجوها هاي مؤيد جيب لنا مثال على هاي بس ليش اقوى دكتور انت حكيت حكيت اقوى ليش مش انا مش اقوى خليك شوي خليك شوي خليك بس جايك يعني بنرجع لمثال ديما انه كل طالب له علامه اجباري وله مسجل في الكورس اجباري ونيجي بنقول بعدين كل طالب مسجل في الكورس له علامه كل واحد له علامه مسجل بلزم ايش صار نجاوب ليش اقوى انا ممكن ما يسجلش لا في كورس طيب ليش اقوى لانه اذا هاي خلينا اسهل واحده هاي نطلع عليها طلع عليها هون مش كل شخص مفروض يلعبها يعني في اشخاص في ايز ما بتلعب ار 1 اصلا وبتعمل مش ساعات يعني لحظه لا لا انا بقول لك يعني حط هيك طلع قارن هاي الحاله بهاي الحاله كيف هاي الحاله هلا مين اقوى هاي الحاله ولا هاي الحاله يعني مين تشمل الثاني يعني مين مور كونسترين انه الثاني اقوى كيف انه يعني ممكن يكون هون في حالات احنا ليش ندري زي ما نحط هاي لانه في عندنا حالات انه في اي ما بيلعب ار 1 اصلا هو اسمه هو اوبشنال بنقول اذا لعبوا معناته لازم يكون ار 2 وليش اكون مهم هذيك تكون يعني احلى هاي انا ضروره انا اول شيء قلت لها انا جارك وبعدين انا كبار انت فوق مش عارف يعني مش لا 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 هات لا نفهم لانه انا اقوى معناته انه امبلايز وانه امبلايز تفضل انت في الحاله فوق ما اعطوا فرصه انه ممكن يلعب ار 1 ممكن ما يلعبش ار 1 تحت انت ملزم الكل يلعب ار 1 كل هذا كله لا بنزل على شو يعني ملزم يعني كل الورد يعني عسكري يعني شو مالك انت اقوى اذا اقوى عسكري يعني الاولى فيها فليكسبيليتي اكثر الثاني فيها ريستريكشن اكثر فرجعت بقول اقوى مثلا قوه اللي حسب وجهه نظرك الاقوى لا 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 سترونجر يعني ريستريكشن مور ريستريكتيف مور ريستريكشن مور ريستريكتيف تو خلص فالمور ريستريكتيف اشمل من اللي ريستريكتيف معناته قليل امبلاي قليل امبلاي خلينا نستبدل كلمه اقوى او اقوى في كلمه مور ريستريكتيف ما هي اقوى بالكزن هون بالكونسترين فقليل امبلاي يعني اللي ما بتلزمش هاي مش هاي طيب هلا اذا كان عندي هاي الحاله كونجكتيف disjunctive mandatory هاي او هاي هاي او هاي او بوث او بوث وبحط هاي استثنيت كيس صارت الاولى مانديتوري صارت الاولى مانديتوري زين مضبوط حسك تتحرن وانا تقرا علما صارت الاولى مانديتوري الكل فاهمها يعني هون بقول لكم يا بتلعب ار 1 يا بتلعب ار 2 بس اذا لعبتي ار 2 لازم تلعبي ار 1 شو يعني لازم تلعبي ار 1 هيك بالضبط معناها ف اوكي اذا ثلاث كونسترينتس مع بعض مرسومات هون هذول بنحذفهم بس اذا شفت هاي الحاله معناها شيء غلطش على السؤال يعني هي بس انه هذه كوينت هذيك مش العكس مش العكس لا لما ايكويفالنت معناته العكس هاي مش امبلايز هاي مش امبلايز هاي بس في كيسز انه
شفتوا كيف؟ طيب هلا في شيء ثاني بين الرولز، خلصنا تقريبا، في شيء ثاني بين الرولز اللي هو طلعوا هاي المثال، كنا في عندنا employee is located a parking space، انه في لكل واحد في الجامعه ايش؟ باركينج سبيس. هاي عاده المثال بنسويه واحنا في يعني اللي بيشتغل في نص المدينه عاده مثلا بنك وين موجود على دوار المناره، هلا البنك له باركينج بس بكفيش كل موظفينه، فاجى البنك شو سوى؟ قال اه كل واحد اعطاه سلوت في السبيس بس ما كفاش، فقال لهم انتوا اللي ما خدتوش خذوا مقابلهم 5 شيكل باليوم عشان تروحوا تصفوا. هلا شو بدنا نسكول؟ انه اللي allocated parking space ما ياخذش مصاري، ممنوع ياخذ مصاري، واللي اخذ مصاري اكسكلوزيف اكسكلوزيف، يعني اذا بتلعب هذا الدور ممنوع تلعب هذا الدور، فيش تقاطع، لازم يكون فيش تقاطع، بدنا نفرض انه فيش تقاطع بين هذول الناس، مجموعه الناس هيك سمعنا، مجموعه الناس اللي allocated parking space هم بالمفصولين تماما عن مجموعه الناس اللي لهم او بيقدروا يعملوا كليمنج لمصاري للباركينج. شفتوا كيف؟ هي نفس الشيء. هلا فهي بنسميها ايتش ممبر، هيك بكره هذا الكونسيبت، هيك بكره ايتش امبلوي از الوكييتد ا باركينج سبيس شود نوت كليم ماني امام، يعني هي عكس السهم اللي عكسها. لا لا هي يعني هذيك سبسيد وهذيك فوق تحت ايكوال، وهاي مش سبسيد هيك، لا ممنوع ممنوع يكون ممنوع يكفي بينهم انترسكشن، ها ممنوع يكفي بينهم انترسكشن، يعني اللي بيلعب هاي مجموعه اللي بيلعبوا هذول ومجموعه اللي بيلعبوا هذول تقاطع بينهم ماله زي الفن. طيب هاي مثال ثاني، في عندنا بارتنر شريك is husband of another partner صح او his wife of another partner، شو معنات هاي الكونستريا؟ يعني هي يا هو زوج يا زوجه يا زوج يا زوجه، لا انا اقول انه يكون نفسه يعني يكون جزء من الوحده، شو الاختلاف عنها؟ نفس الشيء انه مجموعه الازواج هيك، لا على فكره مش هو نفسه هيك بنقول، مجموعه الازواج مختلفه تماما عن مجموعه الزوجات، مختلفه تماما عن مجموعه الزوجات، يعني ممنوع يتكرر، يعني هيك في مثلا في وزاره الداخليه في عندهم ممنوع يتجوز مين، هيك تيبل من تو ريليشنز مجموع، ممنوع يكون رقم هويه ولد هون يكون ولد هون هيك، فنقول ايتش بارتنر ماست بي ايذر هازبند اور وايف بات نوت بوث ات ذا سيم تايم. هل لاحظوا انه بما انه كمان هاي مانديتوري، هاي كل واحد ورد يا بيكون يا زوجي يا زوج يا او زوجي او كلاهما، يعني هاي هيك هاي شو معناها؟ شو معناها شريهان؟ هاي شريهان بس يا زوج ديما يا كلاهما آه. أنا ما على فكرة بس الحدا بيكون صراحة آه. مجبور يكون يا هذا يا هذا مؤية ممنوع يكون عزابي يا زوج يا زوجي بس ممنوع عزابي إذا كان زوج فهو ليس بزوج، يعني كل بارتنر مجبور يكون مرتبط مع علاقة إنه بيكون هازبند أو بيكون شو كلاهم هاي؟ ما فيش كلاهم او كلاهم هذا فيش كلاهم لا او كلاهم او بوت ممنوع عزب بس مانديتوري ممنوع عزب مش راك بس الفكرة بمانديشن شو كلاهم حطيت اكسكلوجين خلاص فيش كلاهم هاي وين انتو بتشوفوها اذا كانت هان اكاونت وهاي اكاونت لا انسان او اكاونت لا شركة وحطينا المانديتوري على التو رولز اللي هو اللي مع اكاونت بنقول كل اكاونت يا بيكون لانسان يا لشركه او الاثنين مع بعض، ليس هناك ما يمنع ان يكون الاثنين مع بعض، يعني وجود هذا الكونسترينت لحاله بدونها ممكن انه يكون نفس الشخص ورد
بهاي الناحيه وبهاي الناحيه. يعني الكونستنت هون فيري امبورتنت صار هذا الكونستنت صار فيري امبورتنت زي ما كانوا بالواقع ديسجنكتيف لا لا او كلاهما يعني اذا كانت هاي لحالها بدون هاي بصير في او كلاهما بصير او كلاهما هلا لما احط الثنتين قالوا لي قالوا لي ما حكي لهما هذه فمرات كيف برسمها نفس هاي هاي لما تشوفوها لما تشوفوا هاي يا شباب معناته اخذناها هذا الكلام ما بشي جديد حكينا اوكي اوكي مظبوط لما تشوفوا هاي مرسومه مع بعضها معناته الثنتين جاست سينتاكتيك شكر طيب فبنسميها الاكسكلوسيف اور هلا كم هذا المثال الان درسته انه هاي لحال هاي لحالها بدون الاكس هاي انه الكومبا الاكاونت اوند باي كومباني واكاونت اوند باي بيرسون امحى هاي حطها لحالها شو معناته انه كل اكاونت يا بيكون لشركه او لانسان او لاثنين حطينا هاي بصيرش اثنين يا لهاي يا لهاي فمعناته ممكن ارسمها ماشي طيب هلا اخر كلمات انه البيرسون منقول درينكس بشرب او بدخن او جامبلز بيعبكم هلا بس اللي بدنا نيجي نقول انه اللي بدخن بشربش هيك مثلا فيش حدا بدخن وبشرب بنفس الوقت وفيش حدا بشرب وبيلعب قمار بنفس الوقت بشرب سوري بدخن وفيش حدا بدخنوا يعني على اول بوسيبيليتيز اللي هن هذول يعني معناته معناته لما انت بتشوف هاي بين ثلاثه منى شايفه هاي بين ثلاث هاي معناها هاي وهاي وبين اربعه عنده بينهم كله هلا يعني مش انه هاي معناها بس بين الثنتين هذول طلع يا انس هاي مش معناته انه هذول الثنتين بحب يعني هاي بتعبر عن انه لما تبقى مربوطه مع الثلاث معناته اول بوسيبيليتيز بتوين يعني ونفذ يعني معناته يعني المسموح ونفذ لحظيه طيب نذكر حكي ما كيف قد معي وقت خلص على كل حال اللي بده يطلع يطلع لانه ضايل بجوز تو سلايدز How can we restrict that a person can drive only a car only if he owns that car? هلا قلنا في عنا person وفي owns car مزبوط وعنا person drives car مزبوط هلا في شي car مش owned لا person في شي person مجبور لازم يسوق سيارة وفي السيارة لازم تنساك من لا خلص تملك من بيرسون هسا أنا بدي أجي أقول كالتالي بدي أجي أقول إنه ما في سوري إنه إذا واحد بده يسوق سيارة لازم يملكها يعني مجموعة اللي بدهم يسوقوا سيارات هم سبست من مجموعة المالكين أو سوري أنا حتى هون بحكي جنرال مجموعة إذا في شخص بسوق سيارة بسوق سيارة لازم يكون يملك لازم يكون يملكها لازم يكون يملكها هي سوري مش هي نو غلط حكم علي مش هي أنا بقول if how can we restrict that a person can drive a car only if he owns that car يعني or with that ما غلطتش نفس السيارة that انها معناته نفس السيارة يعني بسوق اللي بيملكها مش مجموعة مش بديش اقول انه مجموعة كل مجموعة الاونرز لا فيش لا مجموعة الدرايف شوي 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 اسمحوا لي مجموعة الدرايفرز سبست من مجموعة الاونرز هلا هذا الكلام اوكي ممكن نحققه بس انا ممكن اسوق سيارة عمار شو المشكلة؟ مشكلة هو مشكلة هو فاللي انا بدي اياه انه نفسي انا
اذا اون لهي السياره مسموح لي درايفز لهي السياره وضحت كيف بدي احطها هون هيك لا لا كانت اونر لاي سياره شو معناها عمار اسوق انا مالك سياره بسوق سياره وعندي سياره بس ممكن اسوق سياره ثانيه يعني هاي معناها انه السياره اللي بتنساك معناته مملوكي مملوكه ما بتعيشها مش شو رايكم بهاي بالعكس شو معنى هاي مرام انه درايف ايوه هاي بتصبر هاي بتصبر بس هاي كره كره رايح بيا مرام if I'm a driver if I drive a car I have to be the owner of that car هاي معناها that car لا لا هاي شو معناها هاي own car وانك owns car هاي معناها مجموعة الناس اللي بسوقوا سبست من مجموعة الناس اللي بملكوا هيك معناها بنحلها طب ذات كار نحطها وين بالنص اللي ما حطوش سلايدين اول ما فهموا هذا لا هو لا 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 مسجل 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 لا مسجل ما ليش محترم عشان مسجل هلا مجموعة اللي طلع يا ماهر حطيتها بالنص مجموعة الناس اللي يعني هي مش مجموعة الناس هاي مجموعة أي شخص مجموعة شو أشخاص اللي بسوق الأونرز اللي بسوق اللي بسوق مش اللي سياراتهم اللي مالكينها يعني لا ترجمت ترجمة حرفية ترجم لا 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 ولا لا مش مزبوط ولا ترجمة حرفية مجموعة هات 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 قبل ما نسويها طلع يا أز كومباريشن بنقول هلا فريد بمين بملك هاي السيارة فريد بملك سيارة ثانية وسوق تملك سيارة هاي لاحظوا هاي السيارة وهاي السيارة هاي السيارة وهاي سوري درايفز بسوق انه فريد بسوق 272 وفريد بسوق 123 هذا بسوق لسه هلا سوق 272 بسوق 7272 يعني هاي على فكرة نرجع نحط هاي هون هلا هاي هاي مجموعة سيارات المملوكي صح انه عندنا 150 123 272 123 272 مزبوط هاي السيارات ايش المملوكي هاي السيارات المساقه طيب هاي هذول الناس السائقين اللي بيسوقوا وهذول الناس مالكين هاي شو بتعني اللي انه مجموعه الناس هذول سوري مجموعة السيارات هذول سبست من من السيارات هذول مزبوط هلا إذا حطيناها هون هاي السبست إنه مجموعة الناس هذول سبست من مجموعة الناس هذول فيش مشكلة يعني هون مزبوط وهون مزبوط بس ما حققناش هاي هلا لما حطينا هاي شو بتعني إنه أزرو هلا منقول فريد 272 وردت هون فريد 272 مسموح فريد 123 هل في فريد 123 شو يعني فريد 123 هو فريد بده يسوق سياره 123 معناتنا نفحص هل فريد اونز 123 ولا لا فاز كومبينيشن از توبل الرو كله اللي هون ورد وين هون بنحطها وين بالنص بالنص طيب فهاي معناها انه البوبوليشن تبع R3 و R4 مع بعض لاحظ انه هاي ممكن تكون inner relation وممكن احط بس على جزء من الريليشن يعني تبقى مثلا ثلاث وثلاث على فكرة ثلاث واثنين ممكن طلعوا طلعوا ممكن عندنا ريليشن مكون من ثلاث رولز وريليشن من اثنين رولز واقول هذول الاثنين مع بعض سبست من هذول الاثنين مع بعض هذا طلعت جزء من ريليشن بس هاي الريليشن كلها doesn't matter هلا فانا بقول انه ال R3 وال R4 as a combination as tuple as record اذا بدك هذول subset من يعني كل منبر برد هون بده يكون كمان ورد في ال combinations هلا هل فعندي هاي الحالة اذا عندي مثلا هاي اربعة وهاي اربعة بقول انا انه هاي وهاي وهاي الثلاث مع بعض هول وعندي وعندي واحدة يعني اختار منها مش شرط قصدي اقول لكم مش شرط يكون كل الريليشن كل الرولز بس وين الغلط بصير سينتكس ايرور انه اذا حطيت على ثلاثة من هذول حطيت على اثنتين من هذول بصير لا شو حطوا انت حط اربعه لا على ثلاثه شو انت اربعه
على واحد واثنين واربعة وعلى خمسة وستة وثمانية. انه هذول سبست من هذول. مش من ذلك. لاحظية؟ اخر اشي ما لاحظناش. كيف؟ اخر اشي ما لاحظناش. ما باسي. الحضر اللي بصلها. انه في عنا مرات مش بتك على باينري او على يعني مش من رول لرول او من اثنين لاثنين بس. ممكن يقول انه هذول الثلاثة رولز من اربعة. لما بيوردوا من هون الكثير بوبوليشن كذا وكذا بنقطة واحد وكذا هل هذول الثلاث وردين هون؟ إذا ما هتحقق ترى ليش؟ فهمت كيف؟ هل أنا عندي نفس الإشي هاي سبست بعدين هاي بجهتين وعلى فكرة وبالإكسكلوزيف شو معنات هاي الإكسكلوزيف يا ديما؟ يعني الرول اللي فوق التابل اللي سوري الطبل اللي تحت مش لازم يكون مش كنت تستكشف على اللي فوق شريها شو هو الطبل نفسه هذا ذكر المثال نقول شو معناته في المثال انا بيرسون اونز كار بيرسون وانس تو باي كار هلا شو يعني بنفعش واحد وانس تو باي كار وهو اونز كار هذا فهمتوا كيف؟ يعني أول ما شفتوها فهمتوها صح؟ أوه. بعدين طيب فلاحظوا بس بتوقع أنه هذا قلت له توصل هاي صار لك 20 سلايد لا لا هذا قلت لي شو المشكلة فيها يا عمار؟ شو المشكلة فيها هاي؟ طبعا مشكلة كبيرة هاي كيف الأول ما فيش بينهم انترسكشن يعني نبقى اللي تحت بقول نص تحت سبسيبت من فوق صح؟ طيب ديما صح ولا غلط هاي؟ ليش؟ لأنه بنقول يمكن إنه تحت التيوب كله سبست من فوق بعدين الحين بتكون ممنوع إنه يكون يتكرر شو المشكلة؟ الجزء الأول مو إذا كان بدك إذا بتكون تحت سبست من فوق أكيد بده يكون لا والله لا والله جزء صح يكون طلع مني ما بتجرب هلا التبل كمان هون عنا من شقفتين مثلاً A حرف ورقم فرضاً فإذا بدناش الأحرف يتكرروا ولا مرة رح يكون التابل اللي تحت سبست من التابل اللي فوق كمان مرة؟ يعني إذا عنا أحرف ورقم إذا عنا أوكي أحرف ورقم أوكي مش مشكلة أحرف ورقم يتكرروا أوكي كذا تقول إذا هون في أحرف وهون في أرقام أو أرقام أو أرقام أو أحرف أحرف دزن متر طيب مش هذا التوبل هذا مش بقول انه هذول اللي هون وهون لازم يكونوا مواردين هون وهون بقى كتوبل طيب كتوبل هلا هاي شو بتقول انه راح تبقى نفس اللي فوق ممنوع توبل موجود هون مش اللي هون توبل هون وهون قصدك كتوبل ممنوع ايه سوري اذا في اشي ورد هون ممنوع انه ورد هون معناها تلتزم طيب هاي نمونا اكيد بالقاع زيها ولا لا 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 بس طبعا بتلبس زيها هاي بصير هاي بصير طب شوية خلينا نشوف هاي شو بتقول يا منى هاي ممنوع شوي هاي ممنوع اللي تحت الريكورد يكون فوق ها كريكورد اللي تحت هاي سبست هاي يعني اللي تحت مش هاي مش كريكورد قصدك عنصر ورد هون لازم يورد هون طب هاي شو بتقول هاي ممنوع الريكورد كله الريكورد كله طب هل بتقدر في حاله انه كل اشي هون ورد هون بس كتوبل ولا واحد منهم ورد نفسه ولا واحد ورد هون ورد هون مع بعض لازم طبعا لانه جزئيتين ممكن تكررهم بس هاي جزئيه تتكرر بس كله كبعض البعض ماشي كبر اثنين مع بعض ماهر والله شمرك مش قادر اجمعها لا اعتقدش انا لا بلا اناس انا شايف انه فيش فيها مشكله عبير انا كنت على فكره على نفس شريها سموجي ها يلا يا عبير ها يا عبير هاي يا عمار ركز معها اذا ما عرفتهاش عبير لا خلص
غلط. يعني اللي راح بقدر يتكمل على الفيديو. غلط غلط. ليش؟ لانه انت بتفرض انه اللي تحت نفسهم نفسهم اللي خلينا نقول هاي شو معناها؟ اللي ورد هون ما وردش هون. هاي معناها كتب اللي ورد هون نفس ورد هون. طيب لانه اصلا مش متكرر الجزء الاول مش متكرر كله على بعضه. بالتالي صح ولا غلط؟ غلط. كان شو انا بقول صح او ممكن وفي احتمال ديما 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 نعاده ثانيه. لا لا في في ما فيش. لا هي مش مؤيد مستحيل. انا بقول صار بايد. نعم ابي صح. يلا يا عمة هل هاي ممكنة؟ ممكنة؟ آه ممكنة ممكن يعني ممكنة آه كله كست كاملة ممنوع تكرر بس كجزئيات تتكرر هاي هون تكرر هون مش إشكال أبيض تمام بركة تكرر يعني بصير ولا بصير بركة تكرر. طيب نعم مع بعض ما بصير هل صح ولا غلط؟ انا مش متاكد صراحه. انا مش متاكد بس انا بس حاسس صح. هذا زي الكونسترينت الطويل بيجي عليه كله. خلينا هون ليش لا ليش هذا المثال هيك شبه. انا حاسس واضحه انه صحيحه. صحيح صحيحه. كل الجزئيه اللي تحت الجزئيه اللي على تحت على الشمال بتصير تتكرر لازم تصير صحيحه. صحيح. بس المهم انه تنتين ما تكرر. طيب شو هم؟ نفس الريكورد الاول الريكورد الثاني ما بعرف ليش مش مشكله بس الاول اللي تكرر لحاله عادي. طب هات اعطينا مثال. مو بقدر اعطيني مثال منى حطي هون A. انا مش شاطره. طيب A. خلينا نقول A1 وB1 معناته هون في A1 وB2 لحظه A1 وB2 عادي O A1 و B1 O2 B1 لا خلي دائما هان A's وهان B's. هان A1 B1 وB1 فوق A1 وB2 اول شيء A1 وB1 في مشكلة؟ لا وهون هون A1 هون A1 B1 A2 B1 هون A1 B2 B2 فيش مشكلة A2 A2 B1 A2 B1 B1 فيش مشكلة شو طبقت لا تكرروا إذا الكلام نحكي صحيح. طيب يلا هلا بدنا نشوف شو الفرق بين أنيل الأقوى الأقوى هاي ولا هاي يا ديما؟ أظن الأولى الأولى ليش؟ الأولى على إشي أقل ما هي؟ آه صح. طيب ما بس كل أقل في الثاني تصبح التكرار. طيب هل أول إشي في علاقة بينهن؟ هل في واحد يتأثر على الثاني؟ الأولى اه طبعا كيف؟ الأولى جزء جزء سبست من الثاني. الأولى إذا الأولى موجودة إذا الأولى تحققت اه الثاني فشل هذا ايه ما هو هيك هيك بنقول هيك ايوه إذا الأولى تحققت الثاني يعني إذا أنا منعت التكرار هون أكيد أكيد منعت التكرار عارف أنت؟ ليش ما تقول شكرادك صار؟ طيب هاي إنفلاسها طيب ها يلا يا مرام مرام أيوه يلا يا مرام بس ها؟ رح يكونوا زي بعض. فيش واحد إملايز الثاني؟ يعني هل هم زي الأجزاء هو وقف وقف زي بعض معناته إيكوال قصدك؟ مش إملايز. لا يعني إنه نفس المعنى بعطيه. أنا هيك قصدي. لما نحطه ببساطة يعني. نفسه يعني بالضبط نفسه. يعني يا بتحط هذول الثنتين يا بتحط هاي. هيك معناه. لا 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 مش الاولى سبست يعني ناخذ تقوليش الاولى سبست تقولوا الاولى مور ريستريكتيف يعني الاولى بتمنع اشياء اكثر ما بتمنعها الاشياء الممنوعه بالاولى هون الاشياء الممنوعه بالثانيه اقل من الاولى جزء من الاشياء الممنوعه بالاولى بس مش العكس هيك يحكوا مش هي الاولى هاي الرسم الاولى انه الريكورد كله راح يكون جزء من الريكورد اللي فوق اما هون لا على رول واحد هاي راح يكون جزء من هاي وهاي راح يكون جزء من هاي صح ولا لا يعني اني الجنرال اكثر الاولى هاي اللي عن صحيح كفسر لي اخر مره يا منى انا ما فسرتهاش لا مش ثاني معفن احترام حكت الاولى مور جنرال الاولى مور ريستريكتيف ما هي قصدها ما انا شفت انا قلت لها بتقول لي مور جنرال قصدها مور ريستريكتيف ما ليش قلت لكم تستعملوش مور جنرال تستعملوش انها سبست من هاي لا تستعملوش هالمصطلحات غلط انتوا بتقولوا انه اللي كل مجموعه الاشياء الممنوعه اللي بتمنعها الاولى
مجموعة الأشياء الممنوعة هو هان مشروعة الممنوعة هي جزء من الأشياء الممنوعة هو هيك معنا يلا يا عمّا أصلي صعب حكي ما فيش هاي معناها إنه المجموعة التحت لازم تكون جزء من الفوق والفوق لازم تكون جزء من التحت بينما الثانية هاي لازم تكون جزء من هاي وهاي جزء من هاي معناته الأولى implies الثانية والله نفس حكته هلا لاحظوا مزبوط طلعوا بس عشان بس تتذكروا هنا مليح لما تشوف هاي هون بالنص سواء كانت subset أو equality اعرف إنه كمان اللي هون موجودات فيش داعي نحطهم بس موجودات هلا لما تشوف بس هاي هان هان لما تشوف واحدة هون لما تشوف اللي بالنص لا مش معناته إنه هاي هون موجودة لا بس إذا شفتها بالطرف معناته موجودة بالنص كمان فهمت علي؟ بتعيدوا السلايدز بتعيدوا السلايدز وتفهموا هم أكثر ماشي؟ وهذول كل اللي بأخذوا ابدوا من هلا اشتغلوا على للي طلع وبدي اشوف الفيديو اللي ابدوا كل هاي الكونسترينتس عيدوها وطبقوها بالموديل تبعتكم ماشي عشان المره الجايه بضل عندنا بس نوعين صغار من الكونسترينتس بتضيفن على شغلك فانت بس طبق هذول ماشي عشان تكون جاهز تسلمني اشوفكم يوم السبت يعطيكم العافيه بعد بكره